السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم عن البط الفرنساوي. البط ده انا جايباه عمر يومين. انا لاول مره بربي البط الفرنساوي، او عموما انا اول مره اربي اساسا بط. انا جربت قبل كده تربيه الفراخ البيضة، بس طبعا هي متعبه جدا، عشان كده انا ما جربتهاش تاني. فقلت المره دي اجرب تربيه البط، فجبت 4 بطات قلت اجرب فيهم الاول، منهم اخد خبره ومنهم كمان ما غامرش واجيب عدد كبير من البط. البط ده بط فرنساوي. طبعا انا ما بعرفش في انواع البط، بس الراجل اللي اشتريت منه البط قال لي البط ده نوعه فرنساوي. جبت 4 بطات زي ما قلت لكم. البط ده عمر شهر بالظبط، يعني النهارده تمام الشهر دي. بسم الله ما شاء الله، هو كويس جدا. انا في الاول اديته علف، اللي هو العلف اسمه بادي، اللي هو بتاع الفراخ البيضة، اديته له لمدة 2 أسبوع كاملين علف صافي. بعد كده ابتديت ادخل لهم مع العلف اكل البيت. الصراحة انا اكتشفت ان اكل البيت، انا كنت فاكرة ان ما بيفوتش من البيت عندي اكل، بس لما جبت البط ده اكتشفت ان كان بيفيض عندي كمية اكل كبيرة جدا، وللأسف كلها بتترمي في الزبالة. انا بربي البط ده تحت الحوض في المطبخ، انا ما عنديش مكان اربي فيه، فبربيه تحت الحوض في المطبخ، وهم 4 بطات بس، مش محتاجين مكان كبير. بين كل فتره والتانيه بأملى حوض المطبخ بالميه واحط البط عشان يستحمى فيه وكمان ينضف. طبعا كلنا بنشوف او كلنا عارفين ان البط بيحب الميه كتير، ومعظم دول العالم البط فيها بيكون في الترع، ففعلا البط بيحب المية جدا. شايفين قد ايه هو فرحان بالمية وبينظف نفسه وبيكون مبسوط بيها جدا. وكمان ما تخافوش عليهم من البرد، كده كده هم لو حطيت لهم مية يشربوا وبيغرقوا نفسهم بالمية. المية دي شايفين اتوسخت ازاي، انا هفضيها وهملى لهم مية نظيفة. دلوقتي انا بملى لهم ميه نظيفه، شايفين هما بيحبوا الميه جدا.
انا كده غيرت لهم الميه، شايفين الميه اتوسخت بسرعه ازاي، بس الميه التانيه كانت شكلها مش لطيف خالص، فانا غيرت لهم الميه. ممكن كمان تحط لهم شويه خضره، لو عندكم بواقي خضره كده حطوها في الميه هياكلوها برده. دلوقتي هم عمرهم شهر، انا جبت لهم العلف ده، العلف ده اسمه تسمين او العلف الكبير، بديه لهم يعني ناوية اديه لهم ان شاء الله من النهارده. قبل كده كنت بخلط لهم العلف الصغير على الاكل البيت العادي، وزي ما قلت لكم هحط لهم اكل البيت العادي من هو من وهم اسبوعين. انا لما جبتهم ما اديتهمش اي ادويه خالص، بس اول يوم ضفت لهم 3 معالق صغيرين سكر على لتر ميه وشربوا اللتر كامل. بعد كده ممكن احط لهم مثلا افرم لهم بصله مع رش ثوم مع ليمونه، واحط لهم اعصرها، احط الميه بتاعتها على الميه والتفل بتاعها او الخشن منها على الاكل. وكمان لو عندي مثلا قشر بيض ممكن احمصه واطحنه في مطحنه الخلاط واضيفه على العلف بتاع البط، وده يعتبر كالسيوم. انا دلوقتي برضو مش هاكلهم علف صافي، انا هخلط العلف مع الدشيشه مع السرسه او مع الرده، وهضيف عليهم معلقه من الثوم البودر ومعلقه من البصل البودر ومعلقه من الكركم، واقلبهم كويس جدا واحط لهم منه على اكل البيت. وممكن كمان نضيف عليهم عيش ناشف. شايفين البط مبسوط ازاي؟ هو كل فترة بيحب كده يستحمى، بعدها بيفوق وياكل كويس جدا. يعني لو حسيتوا ان البط ما بياكلش حطوه كده في بركة مية في البانيو او في حوض المطبخ، او لو عندكم طبق بلاستيك كبير مثلا، بعدها هتلاحظوا الفرق انه بياكل اكتر من الاول. وده المكان اللي بربي فيه البط، المكان ده موجود تحت الحوض، تحت الحوض مفهوش تقفيلة، فأنا حطيت الصناديق البلاستيك بتاعة الفاكهة دي، رصتها بالشكل ده وبربي فيها البط. كده حمام البط ما بيكونش تحتيه، بينزل من الفتحات بتاعة الصناديق دي على الأرض، وكل يوم بنضف له مرة أو مرتين. وكمان مركبين ستارة تحت الحوض بنقفلها عليهم، وبالذات بالليل. انا بنضف طبعا المكان ده لما بشيلهم واحطهم في الحوض يستحموا، بعد ما بيستحموا وينضفوا خالص والمكان بيكون نظيف برجعهم تاني فيه، وطبعا بكون منضفه لهم الميه بتاعتهم، ولو الحاجه اللي بحط فيها الاكل فاضيه كمان بغسلها. دلوقتي بينشفوا نفسهم من الميه شويه كده، حوالي نص ساعه هنلاقيهم نشفوا تماما من الميه، وبداوا ياكلوا ويشربوا اكتر من الاول. البطه دي رجلها بتوجعها، انا كنت فاصلها بجنب بس لقيتها ما بتاكلش ولا بتشرب كويس، فقلت بقى احطها مع اخواتها، هي شوية كده هترجع تاني، هيرجعوا ياكلوا ويشربوا تاني، بس شوية كده بس ما ينشفوا من المية. والبطة دي رجليها بتوجعها وهم بيضربوها او بيدوسوا عليها، عشان كده انا عزلتها في صندوق لوحدها.
بس بعد شوية لقيتها ما بتاكلش فرجعتها معاهم تاني. يعني ممكن اعزلها شوية وممكن اسيبها معاهم شوية، بس اوقات بلاحظ انها ما بتكون لوحدها ما بتاكلش ولا تشرب. واحنا متابعين معاها نظام معين بحيث ان هي ممكن تتعالج من الكساح اللي هي فيه. هعمل لكم بعد كده طريقة علاج الكساح بتاع البط، وهنشوف مع بعض اذا كانت البط هتقوم على رجلها من تاني وهتتعالج ولا لا. وده البط بعد ما نشف لما بيستحمى بيكون لونه حلو جدا وشعره بيكون شكله جميل جدا. أتمنى أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.